اوكي، يعطيكم العافية. هلا اللي راح نحكي عليه اليوم هم الجافا سكريبت كنترول ستراكشرز او كنترول ستيتمنتس. راح نمر على الاشياء الرئيسية اللي موجودة فيها، راح نحاول نمر عليهم سريعا. في بعض الاشياء بيزكس ما راح نضطر انه ندخل بتفاصيلها كاملة، وفي بعض الاشياء راح ندخل بتفاصيلها على اساس انه بعض الطلاب مش ماخذين اساسيات البرمجة. هلا اول جزء راح يكون له علاقه بال كنترول ستراكشرز. هذا مثال، هاي عباره عن فلو شارت. هاي الفلو شارت بتبين لك من وين بلشنا، من وين انتهينا، وما بينهما هي مجموعه من الخطوات. هاي الخطوات ماشي في خط مستقيم. هاي الخطوات مثلا الخطوه الاولى التوتال بيساوي توتال زائد جريد، الخطوه الثانيه مثلا الكاونتر بتساوي كاونتر زائد واحد. هاي عبارة عن two statements. هذول two statements هم عبارة عن عمليات بسيطة فيها جمع وفيها مساواة. الcontrol structures اللي أنا بحكي عنهم اللي هم الif, الif else والnested if statements بالإضافة للswitch. هذا حيكون الجزء الأول من الجافاسكريبت control structures. الجزء الثاني حيكون عن loops، عن while, الdo while, الfor والفور ان. هذول برضو عبارة عن كنترول ستراكشرز، بس هذول لهم علاقة أكثر بعملية الريبيتيشنز، عملية التكرار أو الإيتيريشنز. في عنا مجموعة من الكيوردز. هذول الكيوردز بالجافا سكريبت هم عبارة عن ريزيرفد ووردز زي بريك، كيس، كاتش، كونتينيو، ديفولت وما إلى ذلك. هذول كلهم عبارة عن كيوردز. وفي أيضا كيوردز ريزيرفد بس مش used by JavaScript زي abstract, boolean, byte, character, class. هذول عبارة عن أغلبهم عبارة عن data types. هذول data types أو functions keywords محجوزين، ما بقدر أسمي فيهم variables أو أستعملهم as variables جوا الكود تبعي. فبالتالي هذول عبارة عن reserved words. الجزء الأول أو structure الأولى اللي هي if statement منعبر عنها بشكل المعين. المعين هو عبارة عن decision. هذا decision بحكي لك مثلا الجريد أكبر من أو يساوي 60. هاي الجملة بتحتمل واحد من اثنين، إما true أو false. في حالة true راح يعمل print لكلمة زي past ويكمل. في حالة false راح يكمل بدون ما يعمل print لأي شيء. في هاي الحالة أنا في عندي if statement. ال if statement بتحكي لك إذا كان في هذا الكونديشن true بساوي هاي الجملة، إذا ما كان true خلص ولا كأني دخلت على هذا الكود كاملا. النوع الثاني ال if else. ال if else هو بحكي لك إذا كان true بساوي كذا، وإذا كان false بساوي كذا، وبالحالتين أنا رح أروح لنقطة النهاية اللي منها بكمل الكود. إذا كانت الجريد أكبر من أو يساوي 60 بطبع له past، إذا بتكون أقل من 60 بطبع له failed، وبالحالتين إما حيكون أكبر أو حيكون أقل. فبالتالي هاي الجملة بتحتمل خيار من اثنين اللي هو true part أو else اللي هو false part. while structure هي برضو عبارة عن condition، بس هذا condition بدل ما ينزل لتحت زي if statement زي هاي if statement خلص بخلص الجملة بنتهي بعد decision. هون لا، بالوايل بس يخلص الديسيجن برجع له يشيك على الكونديشن اللي موجود هون. مثلا البرودكت اقل من او يساوي 1000، اذا ترو باخذ البرودكت بضربه باثنين وبرجع بشيك اقل من او يساوي 1000 ولا لا. اذا لسه اقل من او يساوي 1000 بضربه باثنين وبرجع بعيد 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 لحد ما يصير اكبر من ال1000. بس يصير اكبر من ال1000 الفولس بارت الكونديشن بصير فولس، بروح على الفولس بارت وبطلع من الكود. نشوف هذا المثال. هذا المثال في variable total grade counter grade grade value average. التوتال صفر، grade counter واحد. الكونديشن بيحكي لك while grade counter أقل من أو يساوي 10، إيش تساوي؟ اعمل window.prompt اقرأ من اليوزر grade default value تبع grade 0 إذا اليوزر ما دخل قيمة. بعدين grade value بتساوي parse integer للgrade. ايش هي البارس انتجر؟ بارس انتجر بتاخذ اللي بيجيك عن طريق الفاريبل اللي اسمه جريد اللي نحن فعليا قرأناه من خلال الويندو برومبت وبتحوله لانتجر. طب ليش بتحوله لانتجر؟ لانه اي شيء انت بتقراه من خلال الويندو دوت برومبت بقراه از سترينج، مشان تحوله من سترينج لانتجر
بتعمل له parse int هاي function، بتصير grade value. الgrade value بجمعها للtotal وبخزنها بالtotal، بمعنى آخر أنا عم بزيدها على التotal. والgrade counter عدد العلامات اللي أنا دخلتهم بزيدها بواحد. هلا الوايل تحكي لك طول ما إنه الجريد كاونتر أقل من أو يساوي 10، بمعنى أنا بدي اليوزر يدخل 10 علامات، كل مرة بجمع العلامة وبزيد عدد العلامات اللي دخلوا بواحد. بس يصير عندي عدد العلامات اللي دخلوا 10، بطلع التوتال تقسيم 10، بطلع الأفريج تبعهم وبطبع على الصفحة class average is وعلامة معينة. شوف الأوتبوت، هاي دخلت، هاي آخر علامة أنا دخلتها كانت 100، طلع لي وبس كبس أوكي، طلع لي class average is 79.4. بمعنى آخر أنا بكون دخلت 10 علامات، بعد العشر علامات المتوسط 79.4. هاي the dialog is displayed 10 times. User input is 188.93.55 كذا 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 كذا، آخر علامة 62، عفواً المية هي أول علامة. بعدين بس خلص عند 62، عند العلامة العاشرة بس كبس أوكي، طلع له class average is إلى آخره. تقدر تأخذ الكود وتطبقه عندك على HTML file وتشوف الأوتبوت تبعه. هاي كمان مثال تقريبا نفس الشيء، grade counter بيساوي صفر، انت حدد لي عدد العلامات اللي بدك تقرأها من اليوزر، grade window.prompt دخل علامة، بعدين grade value حولتها لانتجر، بعدين طول ما انه الجريد فاليو ما بتساوي ناقص واحد، طول ما انه اليوزر مش مدخل علامة ناقص واحد، بيضل يجمع العلامات ويزيد الكاونتر بواحد ويطبع ويرجع يطلب كمان علامة ويحولها لانتجر وهكذا. هلا ايش العبرة هون؟ العبرة انه رح يضل يدخل علامات لحد ما اليوزر يدخل ناقص واحد، بس اليوزر يدخل ناقص واحد بيطلع من هاي اللوب. بمعنى اخر هذا الكونديشن اللي موجود هون هو السبب اني انا بدخل على اللي بين القوسين، بس يصير هذا الكونديشن فولس بنط على اللي بعده. اللي بعده if grade counter ما بتساوي صفر، اذا اليوزر فعليا دخل علامات، خذ الافريج اللي هو التوتال على الجريد كاونتر وطبع لي انه الافريج كذا. else اذا اليوزر ما دخل ولا علامة، على طول اول برومبت طلعت له كبس cancel، راح يطلع له no grades were entered. خلينا نشوف الكيسز. هاي الكيس الأولى دخل 97.88.72 وماينس واحد، دخل أربع علامات، جمع 97.88.72 وقسم على عددهم، طلع الأفريج 85 وشوي. أوكي هاي كمان مرة نرجع على نفس المثال أو مثال شبيه. هون مثلا في عندي while الستودنت أقل من أو يساوي 10، لاحظ الستودنت بيساوي 1، enter result 1 pass 2 fail. if result بتساوي 1 passes equals passes plus 1، else failures equals failures plus 1 و student بتساوي student plus 1. ايش يعني؟ يعني في عندي 10 طلاب، كل طالب بده دخل هو pass ولا fail، pass ولا fail، كل مرة بدخل يا 1 يا 2. اذا بدخل 1 راح ينضاف على الpasses، اذا بدخل 2 راح ينضاف على الfailures، وبالنهاية سواء pass أو fail بدي أزيد عدد الستودنتس اللي أنا دخلت الpass والfail تبعهم بواحد. لما بصير عدد الطلاب 10 بطلع من الwhile loop، وبعدين بطبع if passes أكبر من 8 raise tuition، ارفع الرسوم. طبعا قبلها هو راح يكون في يعني document with right line passed كذا failed كذا، عدد الناس اللي نجحوا عدد الناس اللي رسبوا. شوف هاي passed 5 failed 5، قبلها passed 9 failed 1 raised tuition. اوكي في عندنا assignment operators اللي هم plus equals minus equals multiply equals divide equals ومود equals. لما بحكي c بتساوي 3 انا بحط قيمة 3 جوا c، لما بحكي له c plus بتساوي 7 يعني باخذ قيمة c وبضيف لها 7 وبرجع بخزنها بالc. بمعنى آخر أنا اللي بساوي هاي الجملة اللي هي C بتساوي C زائد 7. هون minus equals لما D بتساوي 5 بعدين D minus equals 4، زي كأني بحكي له D بتساوي D minus 4،
معناته باخذ الدي بطرح منها 4 اللي هي 5 ماينس 4 بصفي عندي 1 وبخزنها جوا الدي. هذا معنى 1 تو دي او 10 تو سي او 20 تو اي الى اخره. في عندي الاوبريتورز البلس بلس والماينس ماينس، هذول بنسميهم انكريمنت او ديكريمنت. اذا اجت قبل الفاريبل بنسميها بري انكريمنت، اذا اجت بعد الفاريبل بنسميها بوست انكريمنت. ونفس الشيء بالنسبه للديكريمنت، اذا كانت قبل الفاريبل بنسميها بري ديكريمنت، اذا كانت بعد الفاريبل بنسميها بوست ديكريمنت. ايش يعني بري وايش يعني بوست؟ بري يعني بعمل الاوبريشن قبل ما ينفذ اي شيء على الفاريبل. البوست بنفذ الفاريبل او بنفذ الاوبريشن على الفاريبل بعدين بعمل الديكريمنت بواحد او الانكريمنت بواحد. نشوف مثال. شوف هذا المثال، سي قيمتها 5، بعدين حكيت له رايت لاين سي، بعدين رايت لاين سي بلس بلس، بعدين رايت لاين سي. هلا السي قيمتها 5 راح يطبع 5، وبعدين هون في عندي سي بلس بلس يعني راح يطبع 5 وبعدين يزيد سي بواحد بتصير سي 6، وبعدين بالسطر الاخير راح يطبع 6. هلا هون كمان مره رجع حط السي بتساوي 5، سي 5 بعدين بلس بلس السي بعدين اطبع سي. يعني هون اطبع 5 وهون زيد السي بالاول بعدين اطبع قيمتها راح تصير سي 6 ويطبع 6 وبعدين يطبع 6 كمان مره. فبالتالي بصير عندي هون 5 5 6 هاي الخطوه الاولى، و5 6 6 هاي الخطوه الثانيه، واحده بوست وواحده بري. الاوبريتورز في لهم بريسيدنس، في لهم اولويات. البلس بلس والماينس ماينس لهم اعلى اولويه، المالتيبلاي ديفايد مودولس ثاني اعلى اولويه، بلس ماينس بعدين اكبر واصغر واكبر من او يساوي اصغر من او يساوي. اللي يساوي يساوي اللي هي هاي كونديشنال ايكويفالنس، اذا بدي اشيك اذا تو فاريبلز هاف ذا سيم فاليو، ولا يساوي نفس الشيء. الكويشن مارك ودوت هاي اللي هي عباره عن كونديشنال ستيتمنت، ما احنا نحن ما شفناها على فكره وما اعتقد راح نشوفها خلال الكود. اللي يساوي اللي هي الاساينمنت اللي بحط قيمه جوا فاريبل، بلس ايكوالز ماينس ايكوالز مالتيبلاي ديفايد وموديولس ايكوالز، هذول اللي احنا شفناهم قبل شوي. اوكي بالنسبه للبارت الثاني، البارت الثاني بحكي لي عن الريبيتيشن ستراكشرز. هلا نحن حكينا له الوايل لازم يكون فيها كونديشن، هذا الكونديشن لازم يكون في جواته some kind of increment أو decrement. هذا الكونديشن لازم يتغير. إذا ظل الكونديشن ثابت معناته أنا راح أكون بinfinite loop لحد ما أقدر أطلع من هاي اللوب. إيش يعني infinite loop؟ يعني loop ما بتخلص. فبالتالي لازم ألاقي طريقة أني أطلع برا هاي اللوب. اللي بطلعني برا هاي اللوب إما هذا الكونديشن يكون false أو something inside the loop يطلعني لبرا. هلا هون مثلا هاي كاونتر اقل من او يساوي 7، رايت لاين فونت سايز كاونتر اكس اتش تي ام ال فونت سايز كاونتر اي اكس، وبعدين بزيد الكاونتر بواحد. شوف الاوتبوت، هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7. كمان مره ايش اللي صار؟ انا عم بطبع فونت، الفونت السايز تبعه مقارنه بالاي اكس بالسمول كاركتر. هلا معناته طول ما الكاونتر اقل من او يساوي 7، يعني انا بدي اشتغل من الكاونتر بيساوي 1 من 1 ل 7، ايش اساوي؟ ايش بدي اطبع؟ بدي اطبع باراجراف الستايل تبعها فونت سايز نقطتين الكاونتر اي اكس اتش تي ام ال فونت سايز كاونتر. يعني هاي الجمله فعليا خلينا ننسخ لكم اياها بس تشوفوها اذا قدرنا ننسخها. هاي الجملة هي عبارة عن الشكل التالي، هاي عبارة عن أنا عم بكتب هيك بدل الكاونتر 1 EX، والدبل كوتيشن الباك سلاش دبل كوتيشن هاي لأنه الدبل كوتيشن جاي جوا الرايت لاين بعملها اسكيب كاركتر. شو يعني اسكيب كاركتر؟
ثواني font size 1x. هلا انسى اللي موجود هون، هذا جوا باراجراف، هاي الباراجراف ونسالي هاي الباك سلاش ونسالي هاي الباك سلاش، هاي عبارة عن باراجراف عادية، تاج عادية نحن بنعرفها، ما فيها إشي جديد. هلا وين المشكلة؟ لما بكون في عندي هون دبل كوتيشن وهون دبل كوتيشن، هاي بداية سترينج ونهاية سترينج، بس لما بالنص يكون في عندي دبل كوتيشن، هذول رح يعملوا لك مشكلة. مشان هيك أي إشي جوا سترينج بدك تخلص منه، خايف يعمل لك مشكلة، خصوصا الدبل كوتيشن، بتحط قبلها باك سلاش وهاي قبلها باك سلاش. سوري اجت بمكان غلط، باك سلاش. لهذا معناته انه هاي الدبل كوتيشن راح تبين دبل كوتيشن، وهاي الدبل كوتيشن راح تبين دبل كوتيشن. هلا بصفي عندك هذا السايز اللي انت بدك اياه يضل يتغير، فهون مشان هذا السايز يضل يتغير تحط دبل كوتيشن دبل كوتيشن، وما بينهما بتحط بلس 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 بلس، تحط اسم الفاريبل اللي هو كاونتر. خليني اعمل هذا الخط كله مكبره شوي. رايت لاين، بعدين الباراجراف الستايل فونت سايز كاونتر اي اكس، بعدين هون عندي ال HTML فونت سايز برضو في لها تكملة نازلة لتحت شوي، هم يبدو وبدل الواحد اي اكس، هاي برضو بشيل الواحد بحط دبل كوتيشن دبل كوتيشن، وبين الدبل كوتيشنز بحط اسم الفاريبل اللي هو الكاونتر برضو. هيك بتصير عندي الأمور أزبط. هلا اللي صار هو عدل حط الكاونتر جوا لوب، وكل مرة بزيد الكاونتر بواحد، وكل ما زاد الكاونتر كل ما كبر السايز تبع الخط. هلا هون استعمل نوع ثاني من اللوبس، هذا بسموه الفور لوب. الفور تأخذ ثلاث أطراف أو ثلاث أقسام، كل قسم له نوع معين. هلا الفور الفاريبل كاونتر بتساوي واحد، كاونتر أقل من أو يساوي سبعة، بلس بلس الكاونتر، واكتب لي نفس الجملة، الكاونتر بضل يتغير مشان يطلع عندي نفس الأوتبوت. هلا شو هي الفور؟ الفور هي عبارة عن كلمة فور، بفتح قوس بحط الانيشيال ستيت أو الانيشيال فاريبل الكاونتر قيمته الانيشيال واحد، بعدين القيمة النهائية أو termination condition، إمتى بخلص الكاونتر أو إمتى بوقف اللوب؟ لما الكاونتر يصير أقل من أو يساوي سبعة. طيب الكاونتر كيف بتغير؟ هون بحط الانكريمنت أو الديكريمنت، بلس بلس كاونتر، كاونتر بلس بلس، اللي بدك إياه، ما بتفرق جوا اللوب. الفور لوب شكلها كالتالي، في عندك الفاريبل كاونتر يساوي واحد، بعدين بشيك الكاونتر أقل من أو يساوي سبعة، هذا الكونديشن، إذا كان true أقل من أو يساوي سبعة بيسوي هذا الكود، بيزيد الكاونتر بواحد وبرجع بعيد على الكونديشن من أول وجديد. صار الكونديشن أقل من أو يساوي سبعة؟ لا ما صار. طيب بكمل هذا الكود كمان مرة، بزيد الكاونتر وبرجع بشيك على الكونديشن، بضل بهاي اللوب لحد ما يصير الكونديشن هذا فولس، الكاونتر أقل من أو يساوي سبعة فولس. لما بصير ثمانية مثلا الكاونتر، ثمانية أقل من أو يساوي سبعة، لا فولس، بكمل أي إشي تحت الفور. أوكي هلا في نوع من الفاريبلز بيسموه في أوبجكت أو لايبراري بيسموها ماث لايبراري. الماث لايبراري فيها فانكشن اسمها .pow power. الباور تأخذ رقمين، الرقم الأول والرقم الثاني، وبترجع الرقم الأول للباور y، يعني بدي 2 للباور 3 بحط POW 2 للباور 3، نفس الفانكشن الموجودة بالC++ بس بدون الماث. طيب هون مثال عندي 4 الفاريبل number بساوي 2، number أقل من أو يساوي 100، number plus بساوي 2،
يعني بدي ازيد 2 2 على النمبر، كل مره النمبر بدي ازيد 2، يعني ببلش ب 2 بعدين 4 6 8 10 لحد ما اوصل لاقل ما يعني او يساوي ال 100 لحد ما اوصل ال 100. السم بيساوي بلس يساوي النمبر، كل مره بجمع الرقم بدي اجمع كل الارقام الزوجيه من 2 لل 100 واطبع document dot write line the sum of the even integers from 2 to 100 is وبحط قيمه السم. طلع عندي sum of even integers from 2 to 100 is 2550. اوكي طيب نشوف كمان مثال. عندي amount principal rate، بدي ارسم table، table border واحد، caption كذا، table head year، table head برضو amount of deposit. سكرنا table head بدنا نشتغل بالtable body. بعدين for year بتساوي واحد، لير أقل من أو يساوي عشرة، plus plus year كل سنة. بدي أخذ الamount، هي عبارة عن principal في الماث dot power واحد زائد الريت للسنوات. بمعنى آخر هاي معادلة محاسبية، هاي المعادلة المحاسبية اللي هي بتحسب لك مثلا الفائدة. هاي الفائدة كيف تنحسب؟ تأخذ الواحد زائد الفائدة بالمية، مثلا 3%، واحد زائد 3% بتصير 1.03 لعدد السنوات ضرب رأس المال بطلع معك كمية المصاري. واستعمل function اسمها amount.toFixed2 مشان يرجع لك فقط رقمين كسريات مع الamount. طلع الamount هون كيف تنطبع، الرقم مثلا 1050 1050.00 1102.50 1157.63 وهكذا، السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة إلى آخره. شوف بعد 10 سنين رأس المال على فائدة معينة، أعرف شو قديش حسب الفائدة، الريت قديش حطه 5% على 5% على 10 سنين بصير عندك المبلغ مرة ونص تقريبا. أوكي. في عنا control structure أخير بسموها switch. السويتش هي عبارة عن control structure تأخذ إشي بسموه choice. هذا choice بيأخذ discrete values، يعني إذا choice كان واحد ساوي كذا كذا كذا، إذا choice كان اثنين ساوي كذا كذا كذا. ومع نهاية كل كيس لازم يكون عندي جملة break، إذا ما كان في break بيكمل على الكيس اللي بعدها، يعني بنفذ الأولى والثانية والكيس الثالثة كذا كذا كذا. آخر إشي بيكون في عندي كيس default case. ديفولت كيس إذا ما زبطت ولا كيس من اللي قبل بيسوي الديفولت. يعني مثلا باجي بحكي لك دخل لي علامة الطالب، إذا علامته A plus أو A احسبه 4، إذا كانت A minus 3.75، إذا كانت B plus 3.5، إذا B 3 وهكذا لحد ما أوصل للإف احسبها 0. بعدين إذا اليوزر دخل أي رقم غير هذول بحط له كيس ديفولت. هاي الديفولت، ديفولت ايرور مثلا او ويندو دوت اليرت ايرور يو انترد ا رونج فاليو، ما بحسب الفاليو، ما بحسب علامه الطالب. اوكي اف فاليد انبوت ايكوالز ايكوالز ترو، اذا القيمه ترو، دوكيومنت دوت رايت لاين ليست تايب بلس ستارت تاج. الليست تايب اللي هو سترينج معينه هون، plus start tag اللي هي بداية الـ ordered list. بعدين بعمل loop على كل list items، بطبع list items، بسكر الـ end tag، otherwise بحكي له invalid choice. هلأ شوف الـ output كيف بطلع لما اليوزر بدخل واحد، بطلع له واحد list item واحد، اثنين list item اثنين، ثلاث list item ثلاث. طب لما اليوزر دخل اثنين بطلع له A list item 1، B list item 2، C list item 3. طيب إذا اليوزر دخل 3 بطلع له بالرومان نمبرز 1 list item 1، 2 list item 2، 3 list item 3 وهكذا. فأنت عم تعطي اليوزر يختار رقم 1 numbered، 2 lettered، 3 رومان، وبناء عليها أنت عم تلعب له بالستايل تبع الليست اللي بدها تبين عنده على الشاشة. إذا حطيت رقم زي 42 default case بطلع لك invalid choice 42، هاي default case.
السويتش شكلها كالتالي، هي عبارة عن كيس A بيساوي اللي فيها وبيعمل بريك للآخر، otherwise بروح على كيس B بشيك هي كيس B، إذا A بيساوي اللي فيها، إذا لا بشوف كيس C D E F لحد ما يوصل لآخر كيس، آخر كيس ما لقى اللي فيها ممكن يعمل بريك ويطلع، أو بروح على الديفولت كيس إذا في الديفولت. الديفولت optional، في أحيانا تحتاج تحط ديفولت، في أحيانا لا ما بتحتاج. آخر نوع من أنواع اللوبس اللي هو بسموه do while. الدو وايل اللي هو بنفذ اللوب على الأقل مرة واحدة قبل ما يشيك على الكونديشن. بالوايل العادية بشيك على الكونديشن بالأول، إذا كان الكونديشن ترو بدخل على اللوب، إذا كان الكونديشن فولس بالمرة ما بدخل على اللوب. الدو وايل بدخل على اللوب بالأول أول سايكل، بعدين بشيك على الكونديشن، إذا كان الكونديشن ترو برجع بدخل على اللوب كمان مرة، إذا كان الكونديشن فولس بيكون نفذ اللوب على الأقل مرة واحدة. وهي المثال على الدو وايل. دو وايل بيعمل اكشن بعدين بشيك على الكونديشن، اذا كان الكونديشن ترو برجع بشيك بعمل الاكشن وبدخل على الكونديشن وما الى ذلك، اذا كان الكونديشن فولس بطلع برا اللوب. الفرق الوحيد هو باول كيس، اذا كان الكونديشن فولس بيكون نفذ اللوب مره واحده. الوايل اذا كانت اول كيس اللوب فيها فولس او الكونديشن فيها فولس ما بدخل على اللوب اصلا وبضل طالع برا اللوب. اوكي، في statements بسموهم break statements جوا اللوب بنحطه. شو هم البريك statements؟ البريك statement اللي هي عبارة عن keyword، هاي الكيورد بتطلعك برا اللوب. وفي نوع ثاني من statements بسموه continue، والcontinue برضو بتطلعك برا اللوب بس بطريقة مختلفة شوي. خلينا نشوف. شوف مثلا هاي لوب for count بيساوي واحد، لكاونت أقل من أو يساوي عشرة plus plus الكاونت. if count بيساوي خمسة اعمل break، لما توصل للكاونت بيساوي خمسة اعمل break. شو يعني break؟ يعني اطلع برا اللوب كلها، اطلع برا الفور. طيب شوف مثال، طبع واحد اثنين ثلاث أربعة، لما صار خمسة broke out of loop at count بتساوي خمسة. طيب نشوف الcontinue برضه هي عبارة عن keyword، رح حطها محل break. نفس المثال، count بيساوي واحد، count أقل من أو يساوي عشرة، count بيساوي خمسة، اعمل continue. طيب count واحد اثنين ثلاث أربعة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، طب الخمسة وين؟ عند الخمسة اعمل continue. إيش يعني continue؟ continue يعني من continue زاد الكاونت بواحد وشيك على الكونديشن ودخل على اللوب من أول وجديد، ما طلع برا اللوب، هو طلع لعند الانكريمنت أو الديكريمنت للتشينج اللي موجود باللوب. هذا معنى الكونتينيو. الكونتينيو بيكمل الرن تبع اللوب بس بتجاوز عن نقطة معينة. البريك بطلع برا اللوب على الإطلاق، بطلع من اللوب إطلاقا. أحيانا قد تضطر تستعمل إشي بسموه ليبل، بتحط جوا السكريبت مثلا ستوب نقطتين فوق بعض وبتفتح بلوك وبتكتب كود. هلا البريك بتطلعك برا لوب، بس لما تحكي بريك ستوب يعني اعمل بريك لعند الستوب من اول وجديد، يعني طلع لي برا هاي اللوب وطلعني برا هاي اللوب، طلعني برا تو لوبس مش واحده فقط، وبالتالي البريك ستوب هاي راح تطلعك برا التو لوبس. شوف الاوتبوت. هلا طبعا الاولى اللي برا للرو واللي جوا للكولوم، راح يعمل الكولوم خمس مرات، اول رو وثاني رو ثالث رو ورابع رو، بس يصير الرو خمسة راح يدخل يعمل الكولوم واحد، رو بتساوي خمسة بريك للستوب، فراح يوقف عند الرو الخامس الكولوم الأول. شوف هاي الرو الأول الثاني الثالث الرابع، بعدين طلع من السكريبت ما كمل عشرة روز زي ما أنت بدك. الكونتينيو برضو ممكن تعملها كونتينيو بنفس الطريقة، ممكن تعمل كونتينيو لتو لوبس جوا بعض. هلا الكونتينيو لحالها تعمل كونتينيو جوا هاي اللوب، الكونتينيو للنكست رو راح تعمل كونتينيو مش لهاي اللوب لحال، لا لللوب الخارجية، بيزيد الرو بواحد، فبالتالي لما الرو بيكون لما الكولم أكبر من الرو، لما الكولم أكبر من الرو يعني الرو واحد كولم واحد تمام طبعا نجمة،
بعدين بده يزيد الكولم طبيعي راح يشتغل على اللوب اللي جوا. فلما بزيد الكولم بواحد بصير الكولم اثنين، الكولم اكبر من الرو بيروح على النكست رو بزيد الرو بصير الرو اثنين برجع بدخل على الكولم واحد. اقل الكولم اقل من الرو بطبع نجمة برجع بطبع كمان نجمة لانه الكولم حيصير اثنين. لما الكولم بصير ثلاث بزيد الرو بصير الرو ثلاث وهكذا. فبهاي الحالة راح يطبع لك مثلث. من ضمن الأشياء الأخرى أيضاً في عندك اللوجيكال أوبريتورز، واللوجيكال أوبريتورز اللي فيهم الأند أند أند أور أور أو النوت. الأند أند هي عبارة عن فولس 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 ترو فولس ترو فولس فولس وترو ترو ترو. بالمقابل الأور طبعاً الأند باختصار أي واحدة فيهم فولس راح تعمل الجملة فولس باستثناء الترو ترو راح تعطيك ترو. الأور أي واحدة فيهم ترو راح تعطيك ترو باستثناء الحالتين يكونوا فولس 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 كل الحالات الأخرى ترو. حالة النت إذا كانت فولس بتصير ترو إذا كانت ترو بتصير فولس بمعنى آخر بتعكس الفاليو. نشوف هذا المثال. هذا المثال بشان يطبع لي اللوجيكال أوبريتورز فولس أند فولس فولس أند ترو ترو أند فولس ترو أند ترو. بعدين باخذ الاور فولس اور فولس فولس اور ترو ترو اور فولس ترو اور ترو ونط الفولس ونط الترو وهي الريزلت تبعهم طالعه معك نفس الطريقه نفس الموجود بالجدول اللي فوق. البريسيدنس بدنا نضيف عليه اللوجيكال اوبريتورز انضافت النوت مع الانكريمنت والديكريمنت والاند والاور انضافوا قبل الكونديشنال اوبريتور اللي نحن لسه ما اخذنا. باختصار هاي كل الكونديشنال ستراكشرز او الكنترول ستراكشرز السيكونس لما بيكون البرنامج من اوله لاخره خطوه واحده او مجموعه خطوات متتاليه ما في كونديشنز. لما بيكون في عندك اف ستيتمنت لما بيكون في عندك نستد سوري اف إلس لما بيكون في عندك سويتش كيس هذول بيكونوا كونديشنال ستراكشرز. الريبيتيشن ستراكشرز لما بيكون في عندك وايل لما بيكون في عندك do while ولما بيكون في عندك for بساوي مجموعة statements بتعمل increment أو decrement وبترجع للcondition وهكذا. هيك منكون غطينا chapters 7 و 8 من الجافا سكريبت. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاي المحاضرة وان شاء الله المحاضرة الجاي منغطي جانب آخر من الجافا سكريبت. يعطيكم العافية.